تصرخ فاطمة اليوم يا وليدي صح تصرخ فاطمة اليوم يا وليدي يا مسموم تصرخ فاطمة اليوم هذه ام الحسن لجلي الحسن يجري دمعها نسيت كل ألم عندها ونسيت كثرة ضلعها وانصب الصبط هذا المسا والله في جعها وتنادي يا مظلوم يا ولد وتنادي يا مظلوم في تصرخ فاطمة لجلي الحسن هاي المسية وصفة يا الحسن صابك غدر سم المنية خلى دمعتي لمصيبتك بالخجرية لجلك دمعي مسجوم يا وليدي لجلك دمعي مسجوم يا المجتبى يا جبدك بالسم قطيعة المجتبى يا جبدتك بالسم قطيعة ذوبت القلب يا ابني بعظم هاي الفجيعة ودموعي على مصابك تهل ويا الوديعة أبكي لك يا مهضوم يا وليدي يا مسجوم أبكي لك يا مهضوم يا أنا ميمتك أصرخ واوين وابكي ونادي من هالفاجعة هالمؤلمة دايب فؤادي يا وس فرحت يا المجتبى بسم الأعادي ها أبكي قلبي مالوم اي ابكي قلبي مالوم اي اصرخ يا الحسن وابكي على مصيبة غيابك صارت تسطلي في جبدتي جمرة مصابك لو اعني ترى سم الغدر حين اللي صابك جبد الهم مضروم يا جبد الهم مضروم ولا تصرخ فاطمة اليوم تصرخ فاطمة اليوم في وسط القلب ظل يستعر جمر الفواجع جمرت فرقتك ما تنطفي بسيل المدامع وسط قدرتك المجتبى أهل المطامع وانت كهف العلوم وانت كهف العلوم اي قوم الغدرتك يا ابني نفس هاللي عصروني قوم الغدرتك يا ابني نفس هاللي عصروني قوم اللي يرموا جسمك انا والله رموني خلوا دمعتي مني تهل تجري بعيوني ابكي خدي ملطوم ابكي دمعي دموم اي ابكي وضلعي مهجوم